إذاعة سلطنة عمان. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ رصد سلوكيات جانبت الصواب. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ إعداد حسين بن سالم اليعقوبي، تقديم عوض بن علي صعب، تنفيذ معمر بن مسلم العمري. التخاطب مع الكبر. قد يتحسر الإنسان عما كان عليه الناس من احترام فيما بينهم أيام الزمان وفي كل أحوالهم ومعاملاتهم، ولا سيما في اجتماعاتهم، فلا يتكلم أحد إلا بعد أن ينهي الكبير كلمته، ولا تنصب مائدة الطعام إلا بعد أن يحضر رب العائلة، ولا يتجاوز أحد ما قرره الكبار من أمر إزاء بعض المعضلات. وكثير ما كان اللجوء إلى كبير العائلة أو كبير العشيرة ضربا من ضروب التسليم بقيمة ما عليه من حكمة وروية وبعد نظر تجاه مسألة من المسائل. وقد يعد تجاوز منزلة الكبار اعتداء على بنية المجتمع وكيانه، وسلوكا يستدعي التصويب والتهذيب، خاصة إن تخطت حدود الكلام مقام الكبار أو تعدت سياج الأدب في مخاطبة الكبار، وهي أسيجة مصانة بمقتضى ضوابط أخلاقية وعرفية وقد توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وزادها الإسلام حصانة وهذب حدودها وشكل طرقها، فكانت لا تسمع إلا مصطلحات يا جدي ويا عمي ويا خالي ويا أبي، إلى غير ذلك من صيغ المخاطبة المحترمة والمؤدبة للذين تقدم بهم السن وقطعوا مرحلة من العمر، وممن كانت لهم منزلة اجتماعية ومنزلة معتبرة عند أقوامهم، وممن كانت كلماتهم نافذة وتتسم بقدر كبير من الاحترام، فقلما أسيء إليهم وقلما خوطبوا من قبل الصغار بألفاظ نابية أو بما يحط من قيمتهم ومن مكانتهم. ورغم ما عليه البعض من استمرار على نهج الأولين في مخاطبة الكبار وفي حفظ المودة والاحترام لقيمة ما هم عليه، فإن هناك جوانب كثيرة هدمت جدرانها وأزيلت أستارها وتهاوت نتيجة ما اصطبغت به حياتنا العصرية التي خلعت عنها كل حجاب وتردت بألبسة مدنية ذهب معها الحياء والاحترام، فأصبح الكبير يخاطب من قبل الصغير بألفاظ غريبة وهجينة كالشايب وما إلى ذلك من المصطلحات المعاصرة التي تساهل إزاءها مستمعوها، بل ورغب فيها البعض، فذهب صيتهم وقدرهم وغاصوا معها في أوحال تدنت فيها منزلتهم، فلا صغير أصبح يحترم الكبير، ولا كبير أصبح يتأفف من صحبة الصغير، وحشر نفسه في بوتقة الشباب ظنا منه أنه يبعد عن نفسه شبح الشيخوخة، وكأن الصغار يريدون اختزال أعمال أولئك ليصلوا إلى ما وصلوا من خبرات وتجارب بسرعة كبيرة، متناسين أهمية التدرج في تتبع نسق الحياة وخطواتها. ومهما يكن من أمر فلا يجوز للصغير أن يتعدى حدوده وهو يخاطب الكبار، وعليه أن يكون حذرا إزاء كل كلمة تصدر عنه نحو الكبار أثناء مخاطبتهم، لأن ذلك يندرج ضمن خصائص تربوية وسلوكية أمر بها الإسلام وعزز خطواتها. وأما ما يصدر من بعض الصغار نحو الكبار فما هكذا يكون. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ رصد سلوكيات جانبت الصواب. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ إعداد حسين بن سالم اليعقوبي، تقديم عوض بن علي صعب، تنفيذ معمر بن مسلم العمري.